التعليم ضروري وأساسي، والرياضة حلوة وعسل ومهلبية وكل حاجة، بس سايق عليكم المحبة، ما تزهقوا العيال وتكرهوهم فيكم وفي حياتهم بالحب. دول صغيرين قوي يا سيد، محتاجين نفكر نفسنا، نقول لولادنا بصوت عالي ان قيمتهم مش في ادائهم ولا في نتيجتهم في اي منافسه. الواد حلو هو في نفسه، محتاج تقول له انا بحبك وبس، مش عشان خاطر هو شاطر او بيعرف يعمل ايه، مش عشان خاطر هو احلى طفل في الدنيا، لانه مش مهم. زي ما هو بيحب بابا وماما مش عشان هما احلى ولا اغنى، ولا علشان طبيخ ماما فرضا يعني احلى طبيخ في الدنيا، ولا مواعين ماما اكثر لمعانا، ما احنا عارفين اكيد يعني العيال نفسهم اهم من نتائجهم. انا مره مراتي راحت تصور الاولاد عند محل مصوراتي كده، استلمت الصور وخارجة من المحل بقى عماله تقول لي اسم الله عليهم والنبي كبروا بقى رجاله حبايبي سيكلات يا ناس، فرحانه جدا وساقت عربيتها بمنتهى السعاده بالصور وهي ناسيه العيال في المحل. يعني العيال نفسهم يا مدام هم اهم من الظرف اللي انت واخداه من كودك. في اخر اليوم بنطلب من كل واحد يكتب جواب للتاني، والحقيقة اللي كان بيتكتب كان دايماً بيكون مفاجأة، مفاجأة لدرجة إن الكلام ما ينفعش يتشرح. أشكرك يا ماما إنك بتخليني أحس بالأمان وإنتي جنبي، وأنا أسفة إن أنا كنت بخش عليكي وإنتي في الشغل، وأسف إن أنا بخليكي بتبقي متعصبة، ولا عايزك انا عمري ما هضايقك تاني، وكمان هسمع كل كلامك، وانا بوعدك ان انا هبقى شاطر. بحبك يا ماما، انا بحبك جدا وعمري ما هبتعد عنك، وبحبك. وبحبك أوي. أنا بحبك من غير أي حد، بحبك عشان أنتي بنتي وبس. مش عايزاكي تزعلي مني خالص لما بتعصب عليكي أو بزعقلك. أنت أكتر حد أنا بحبه في الدنيا دي كلها. أنا proud بيكي، فخورة بيكي في كل حاجة، كل حاجة في الدنيا بشوف فيكي، كل حاجة كان نفسي أنا أعملها. أنا بعتذر لك، أنت عارفة في موقف حصل بيننا وبين بعض وغلطت فيكي قوي، وديت موقف أكبر من حقك. أنا أسفة إن أنا بسيبك كتير ومقصرة في حقك كتير. وأوعدك إن أنا على طول يا كيندا هبقى جنبك في أي وقت أنت ممكن تحتاجيني فيه. عشان أنت بتعرفيش أنت قد إيه عندي غالية. بحب كل حاجة فيك. أنت أغلى حاجة في حياتي يا ديدا، بموت فيك. I love you. أنا بحبك أوي.